سلام على مرحبا كيف حالك؟ حياك الله. الله طيب. أبو عبد الله عساك بخير، نحمد الله ونثني الله يسلم شلون الأهل والأولاد عساك بخير الله يحييك ويسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب ديات النفس. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة 40، 25 بنات مخاض، 25 بنات لبون، 25 حقة، 25 جذعة. وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة 100 من الإبل تؤخذ في 3 سنين أخماسا، 20 بنات مخاض، 20 بنات مخاض بنو مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة. والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث. وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة. وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر لا يقدر، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم. وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالة القود. ودية المجوس 8 هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أي هذا ليست عندنا. ليست عندنا في المصحف. نعم بعض النسخ دون بعض. أحسنت. ودية المجوس 800 درهم ونساؤهم على النصف. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما قيمتهما عندي قيمتها لا عبد أمة. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتهما 5 من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا، وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر، وإن كان ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا. وإذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون 6 أشهر فصاعدا، وعلى كل من ضرب من وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا. وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة. وإذا رمى 3 بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم 3 الدية، وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله، فإن كانوا أكثر من 3 فالدية حالة في أموالهم، والله أعلم. وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله، فإن كانوا أكثر من 3 فالدية حالة في أموالهم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب ديات النفس. الدية تقدم تعريفها وهي ما يؤدى إلى المجني عليه أو على عاقله أو إلى عاقلته من قبل الجاني، ما يؤدى إلى المقتول أو أوليائه المجني عليه أو أوليائه إن كان ميتا، يؤديها القاتل أو عاقلته على ما سيأتي تفصيله. وأصل دية كعدة وزنا أصله ودية مثل وعدة، لكنها ثقيلة فحذفت فاء الكلمة. قال: ودية الحر المسلم 100 من الإبل. 100 من الإبل، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، واختلف فيما تفرع عنها
من الذهب والفضة والبقر والغنم مختلفوا فيه، قالوا هذا هو الأصل، وبعضهم يجعلها كلها أصول، كما قيل في نصاب الزكاة من الذهب والفضة أيهما الأصل، أو كلاهما أصل، محل خلاف بين أهل العلم، ويترتب عليه يعني فوائد ظاهرة، وكل على مذهبه في ذلك، لكن الذي مشى عليه المؤلف أن الأصل في الدية الإبل، ولا يعدل إلى غيرها مع وجودها، ويختلفون في أخذ القيمة، قيمة الإبل مع وجودها، مع أن الذي استقر عليه الأمر جواز ذلك أنها تقوم وتؤخذ قيمتها. ومما أدركناه الاختلاف الكبير في تقويم الإبل في قدر الدية، أن أدركنا ونحن صغار أن الدية 16,000، ثم ضوعفت، ثم وصلت إلى 100,000، والآن 300,000، لأن الإبل كانت تباع بثمن رخيص، لو قسمنا 16,000 على 100 كانت قيمتها 160، ويمكن قيمتها في ذلك الوقت لا يزيد على 160، ما أدري أنا كم قيمتها، لكن تقويمها بهذا المقدار يدل على أنها كانت رخيصة. والآن كم قيمة الواحد؟ 3,000، تظل قيمتها 3,000. ودية الحر المسلم 100 من الإبل، والقيد بالحرية يخرج العبد، فإن ديته قيمته، والتقييد بالمسلم يخرج الكتابي والمجوسي على ما سيأتي، وكذلك المستأمن من المشركين ممن لم يكن حربيا، ممن يدخل في جملة عصمة الدم. نعم. وهي الله الأصل هي الإبل، لكن ما دام اجتهد الحاكم وقرر هذا المبلغ وله أصل، لا إذا ألزم الحاكم لزم، وإلا فالأصل هي الإبل. قال: فإن كان القتل عمدا، وسبق أنواع القتل وأنها عمد وشبه عمد وخطأ، وتقدم تعريفها. فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا، في مال القاتل وليست على العاقلة، وهذا إذا عدل أولياء المجني عليه من القواد إلى الدية، وإلا فالأصل القصاص، لكن إذا رضوا بالدية تكون هذه الدية في مال القاتل لا في مال العاقلة كما سيأتي في النوعين الآخرين، وتكون حالة لا تؤجل وتنجم على 3 سنوات، وتكون أرباعا لا أخماسا، وكل هذا من باب التغليظ في شأن قتل العمد. قد يقول قائل أن هذا التغليظ بالنسبة لقتل العمد عند بعض الناس أيسر عليه من الكفارة التي لا تجب في قتل العمد، قتل العمد لا تجب فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر، كما قالوا في اليمين الغموس وما شابه. إذا قلنا أن هذا تغليظ
فالكفارة بصوم شهرين متتابعين أو بالإلزام بعتق رقبة قد يكون أشد من هذا التغليظ. قلنا أن هذا قدر زائد على الكفارة وترك الكفارة ليس من باب التخفيف عليه، وإنما هو من باب التشديد والتشنيع عليه، وأن ذنبه أعظم من أن يكفر بالكفارة، وإن كانت التوبة تكفر لكن ذنبه أعظم من أن يكفر بالكفارة. قد يقول قائل أن التوبة أيسر من الكفارة، إذا قلنا أن ما يقول قائل هذا ولا توب، لكن من يضمن أنك تتوب توبة تجب هذا الذنب العظيم؟ من يوفق لمثل هذه التوبة؟ ما يضمن الإنسان. المتوسط أسنان ولا إيش؟ الأسنان تبي تجي. إيه ولكن قدر السعر هل أسنانه؟ إيه مدروسة. لا لا مدروسة ورددت مرارا وكتب فيها بحوث كثيرة. فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة، حالة لا تؤجل عليه، بخلاف النوعين فيتؤجل على 3 سنوات في نهاية كل سنة الثلث، حالة 4. 25 بنات مخاض، 25 بنات مخاض يعني ما تم له سنة من إناث الإبل، و25 بنات لبون وما تم له سنتان، و25 حقة وما تم له 3 سنوات، و25 جذعة وما تم له 4 سنوات. هل يجزئ شيء منها في الأضحية والهدي؟ كلها ما تجزئ، كلها لا تجزئ. نعم، 4، 25 بنات مخاض تم له سنة أو تم لها سنة، و25 بنات لبون سنتان، و25 حقة 3 سنوات، و25 جذعة 4 سنوات. ها؟ الثاني 5. وإن كان القتل شبه العمد هو ما حصل منه القصد، قصد الأذى بآلة لا تقتل غالبا، وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها 4، 25 بنت مخاض، 25 بنات لبون، و25 من الحقاق، 25 من الجذعات. لا يختلف قتل العمد، دية قتل العمد مع دية قتل شبه العمد في أسنان الإبل، لكن الاختلاف من جهة، وهي أنها في مال الجاني بالنسبة لقتل العمد، وفي العاقلة بالنسبة لقتل شبه العمد، وفي قتل العمد حالة وفي قتل شبه العمد مؤجلة. ولذلك قال فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة على 3 سنين ليست في ماله وليست حالة، وإن شاركت الدية في قتل العمد بالنسبة للأسنان فهي 4،
إلا أنها على العاقلة في 3 سنين في كل سنة ثلثها. لقات العمد قاتل العمد لا بد أن لأنه قد يقول أنا لا ما أجد ولن أجد يعني يعرف مستقبله والعلم عند الله جل وعلا. لو قيل الواحد منا عليك أن تسدد مبلغ كذا مبلغ كثير يعرف أنه ليس بإمكانه أن يحصله في مدة قال اقتلوني ولا عندي ممكن أن يقول هذا. يدخل فيه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ها تبرع هذا تبرع. لكن الصكوك التي دار بها الآن عن الناس القاتل أوليه يدور على الناس يأخذ من الزكوات في قتل الخطأ. وقتل الخطأ كما سيأتي فيه الدية على العاقلة ليست عليه. فهل يعطى من مال الزكاة مال شيئا لا يجب عليه؟ وسيأتي أنه إذا لم يوجد عاقلة أو كانت العاقلة عاجزة وأنه يؤخذ من بيت المال سيأتي هذا. وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة وليس على القاتل 100 من الإبل تؤخذ 3 سنوات أو سنين يعني مؤجلة كقتل شبه العمد وهي على العاقلة أيضا وهذا ما يشبه فيه شبه العمد والخطأ شبه العمد ويختلف فيه مع العمد في الأمور 3 ويختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس. يختلف مع شبه العمد في كون الدية أخماس 20 بنات مخاض و20 بنو مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة. الذي زاد هنا بنو المخاض. وعند الشافعية أخماس لكن بدل بنو مخاض بنو لبون يعني من القسم الثاني. 20 بنات مخاض يعني من الإناث وتم لها سنة كما تقدم 20 بنو مخاض من ذكور الإبل مما تم له سنة 20 بنات لبون 2 20 حقة 3 20 جذعة 4 هو لابد من حكم جزم. ولذلك رجح بعضهم بنو المخاض فأخذ به وهو المعتمد عندنا ورجح بعضهم بنو اللبون ما جاء في بني اللبون وأخذ به كما هو معروف عند الشافعي. صلى الله عليه وسلم. وش وجه التخفيف والتغليظ في اختلاف؟ شو؟ ما وجه التخفيف في لو قال لك جيب بنت مخاض ولا باللبون أيهما أفضل؟ اللي تمله سنة ولا سنتين؟ سنة. خلاص هو تخفيف على كل حال بدل ما تكون أرباع. نعم و ها معروف أن ذكر أرخص من الأنثى لكن ما تم له سنتان أكثر مما أغلى مما تم له سنة. ها هذا كله على العاقلة بالنسبة لشبه العمد لأنه ضرب بشيء لا يقتل لو ضرب بقلم يمزح معه ثم مات من هذه الضربة غير قاتل في الغالب.
التخفيف على الجميع، لأن كانت الظروف وما زالت في بعض الأماكن شاقة جدا، يعني يكون أن يعيش أو أحيانا العاقلة عددهم قليل، ما يوجد من العصبة إلا أفراد، وإذا ما خفف عليهم لا شك أنه يتضررون. إذا رفض العاقلة كما هو الحال الآن في كثير من البلدان، تجيب الديال على العاقلة تقول ما عليه من كنت القاتل تحمل ذنبك، ثم يأخذ يتكفف الناس، وهذا حاصل كثير، ويأتون للشفاعة أو شيء من هذا ونردهم ما عليك شيء أنت، يقول الله رحنا البني خينة ورفضوا. سيأتي أن الأمس أنه ينتقل إلى بيت المال، إلى بيت المال، ها؟ تجبر العاقلة، لكن أعداد من يجمعهم الحين؟ تجميعهم في مشقة. قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا جني عليه قتل، لأنه في أصل المسألة قال ودية الحر المسلم، ثم ما تفرع عنها، ثم قال والعاقلة لا تحمل العبد، يعني إذا قتل العبد وين قتل؟ طيب طيب إذا قتل العبد ما يلزم، تلزم سيده أن يفديه بما دون قيمته. وشو نعم هو القاتل، إيه إذا كان هو القاتل. ولا تحمل العاقلة، والعاقلة لا تحمل العبد، هو القاتل، لأن المقتول بيأخذ مو بيعطي، صحيح. ولا تحمل العاقلة العبد، وسيأتي أن سيده يخير بين أن يدفعه إلى أولياء المجني عليه، أو أن يدفع من قيمته ما من ديته ما يعادل قيمته، ولا العمد كما تقدم. أحسن الله إليك. تقدم أن العمد لا تحمل على القاتل نفسه. ليس المراد أن العاقلة لا تحمل العبد إذا قتل، لأن لا دية فيه وإنما فيه القيمة، فهو كالمتلفات، كما أن العاقلة لا تحمل أي متلف، فالعبد من ضمن المتلفات فلا تحمله العاقلة. عاقلة قاتله، عاقلة قاتله، نعم والله على الوجهين كلها ماشي، لأن سيأتي في المسألة التي بعد جناية العبد، وإذا جنى العبد لكن هي على الوجهين صحيح، فالجناية هي على الوجهين صحيح. يقول العاقلة لا تحمل العبد، يعني قتل عبد أو قتل العاقلة لا تحمل، لا تحمل ديته بالنسبة لقاتله أو قيمته وبالنسبة لقاتله، ولا جنايته إذا قتل، ها؟ على الوجهين. ولا العمد وقد تقدم، ولا الصلح إذا جيء بشخص وقيل له أنت قتلت فلان وقدم إلى القضاء، وفي أثناء التقاضي المدعي رأى أن المسألة سوف تطول وقال بدل ما أديها 300,000 نتفق على النصف، اصطلحوا على النصف صلح، هذا لا تحمله العاقلة. الاحتمال أن يكون مواطأة بين الطرفين، وهذه الحيل موجودة، إذا قرب شهر رمضان تقدم شخص إلى القضاء يدعي حقا على آخر واعترف
المدعى عليه وأثبت صك وأودع السجن من أجل إيش؟ أن يعطى من أموال المسلمين من الزكاة ثم بعد ذلك يقتصمان هذا المال. ولا الصلح ولا الاعتراف، اعترف من دون بينات. طيب ما حضر أحد واعترف بأنه القاتل، ما في بينات واعترف أنه القاتل، إذا كانت القرائن تدل على صدقه في اعترافه ماذا، ما الذي يمنع؟ قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترف. فمثل هذا لا يحمل على أن ينكر، بل يعان على أن يصدق في اعترافه، بخلاف ما إذا دلت القرائن على عدم صدقه وأنه اتفاق بينه وبين المدعي من أجل أن يكسب المال. أحسن الله إليك. قد تصدقه العاقلة في اعترافه وقد تكذبه، ألا يفرق بين حال ما إذا صدقته وحال ما إذا كذبته؟ إذا صدقته صار مثل البينة، فتحملها، تحملها إذا صدقته، لكن قد تكذبه من باب الشح بالمال وهو صادق في دعواه تدل القرائن على صدقه. ها؟ ما في شك أنه إقرار بما يتحمله الغير، وإذا كان صادقا في اعترافه ولا بينه هل نحمله على أن ينكر؟ لأن عدم تحمل العاقلة للدية قد يعينه على الإنكار وعدم الاعتراف. ها؟ شو ما تحمل؟ حتى لو أنكرت العاقلة ما تنتقل إلى بيت المال. لا، هذا قتل العمد. قتل العمد ما العاقلة. قتل العمد لا، سيأتي فيما إذا كان ليس هناك عاقلة، أو العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون أن يتحمل، سيأتي هذا. إذا دلت القرائن على صدقه هل نعينه على الإنكار أو نعينه على الاعتراف والقرائن تدل على صدقه؟ ها؟ وراء ما في جذر. إذا كانت ما تحمله العاقل من يحمله؟ الجاني المعترف. أحسن الله عليك. مش ما أدخل في هذا الشر الاعتراف، أكثر القتل الاعتراف. دم بن قدامة يقول لا يعرف خلافا في ذلك، يخلع الكلام. وقول ابن عباس رضي الله عنه ولا يعلم مخالف له من الصحابة، قال أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد، فتجب الدية عليه ولا تحمل العاقلة ولا نعلم فيه خلافا. لهذا كله من أجل التهمة، وذكر بعد ما ذلك. وإذا انتفت التهمة كم؟ أقر عن نفسي وكذبت العاقلة، حين الدية لم تجب عليه الخطأ، لم تجب عليه إنما وجبت على العاقلة. طيب عليه هو اعترف بما يدينه والعاقلة لا تحمل والأمر بينهما. ذكر أمرين، قال ولأنه لو وجب عليه لوجب بإقراره بإقرار غيره، ولا يقبل الإقرار شخص على غيره. انتهى الكلام. ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك. الاتهام موجود، لكن إذا انتفت التهمة، إذا وجدت التهمة ما في إشكال، مثل ما قلنا في إثبات الديون السكوك الشرعية. والعلة الأولى وين؟ ولأنه لو وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على خلاف.
لا لا إذا التفت الدور محصلها معناها أنه وجد بينة. لا لا، أن تعرف أن فلان صادق في دعواه في إقراره، وفلان يغلب على ظنك أنه كاذب. قال: والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث، يعني ثلث الدية لا تحمله العاقلة، لأن الجاني يستطيع أن يحمله من غير مشقة بخلاف الدية الكاملة. وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه، وإن جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه أو يسلمه لأولياء المجني عليه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد، فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته، لأنه لا يجمع عليه بين أن يفقد العبد ويزيد على قيم على رقبته بزيادة مال، يعني يكفيه أنه يخسر العبد ولا يزد عليه من المال ما يرهقه زيادة على فقده هذا العبد، وليس له أي دور في هذه الجناية ولا دخله، خسر العبد والشكوى إلى الله. هو عبد ما بقي عليه درهم، لا أراد السيدة أن يفديه. شو قال؟ لا، هو مشغول بدية بنجوم الكتابة، هو الأول والسابق، هو السابق. فيما إذا يغلب، فيما إذا غلب على الظن صدقه وصدقته العاقلة ما في إشكال. والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين، يعني لا يدخل بذلك الأصول والفروع، الآباء والأبناء ولا الإخوة. الأقربون لا يدخلون في العاقلة. قد يستغرب سامع هذا الكلام، فإذا عرف الإنسان أنه الجاني لا يدخل، الجاني لا نفسه ما يقط معهم، ها؟ ما يستغرب أن يعفى الأب والابن والأخ. لكن الرواية الأخرى: الأب والابن والإخوة وكل العصبة من العاقلة، وكل العصبة من العاقلة. وش يقول بين الروايتين؟ وش قال؟ المغني إيه هي العاقلة من يحمل العقل، والعقل الدية تسمى عقلا لأنها تحكم اللسان ولي المقتول، وقيل أنها سميت العاقلة لأنهم يمتنعون عن القتال عن القاتل، والعقل المنع لأنها تدفع العقل الذي هو الدية. وسبق تعريف العقل بأنه الإبل التي تعقل في فناء المجني عليه. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبة، وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج، وكل من عدا العصبات ليسهم من العاقلة. اختلف في الآباء والبنين هل هم من العاقلة أو لا. وعن أحمد في ذلك روايتان، إحداهما أن كل العصبة من العاقلة، يدخل فيها آباء القاتل وأبناؤه وإخوته. هذه الرواية الأخرى ليست الأولى.
هذه الرواية الثانية عند المصنف. وهذا اختيار أبي بكر وشريف بن أبي جعفر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرء بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما تضر عن ورثتهم وإن قتل فعاقبها بين ورثتها. رواه أبو داود. ولأنهم عصبة فأشبه الإخوة يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله، ولأن العصبة قد عصبة في تحمل العقل كلهم في الميراث في تقديم الأقرب في الأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه. هل الحجب له دخل في العاقلة؟ ها؟ لا ليس له، إلا دخل العمومة ما والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الإبن والأب. وبعدين ما الحد في العاقلة؟ لأن قد يكون العصبة ألوف مؤلفة. ها؟ هو تبدأ بالأقرب بما لا يشق. نعم. إيه؟ فكانوا أولى بتحمل عقله. الرواية الثانية ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة، وهو قول الشافعي بما روى أبو هريرة قال اختتلت المرأتان من هذين فرات إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه. وفي رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها. والعقل على العصبة كان فرق بين جعل ميراثها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة. وش معنى العصبة؟ البنين ما هم من العصبة؟ البنون ليسوا من العصبة؟ ها؟ وش يرثون بفرض ولا بتعصيب؟ لأنه ما يجمع على كلامه إنه ما يجمع بين الإرث والعقل، ما يصير غارم غانم، فإما أن يكون وارثا أو عاقلا يدفع نصيبه من الدية. ما في دليل واضح، ليس في دليل واضح. شو يقول؟ قال فجعل رسول الله رواية عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها. قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. خرج. أهل الزوج والزوجة ما يحملون بالاتفاق، لا يحملون بالاتفاق، الأخوة من الأم لا يحملون بالاتفاق. أبنائها ليسوا عصبة؟ وين؟ وش يرث؟ وش معنى العصب هنا؟ لكن هو من يرث بالتعصيب عاصب. إذا كان المقصود بالعصبة في الديات هو المقصود بالإرث بالعصبة في الإرث، فإرث الأبناء بالتعصيب. فضل بعضنا. لا أنا أقول ما الفرق بين العصبة في هذا الباب وبين العصبة في الإرث؟ ها؟ شو؟ إيه الحديث لو صح؟ أقول لو صح لكان فاصل فيصل في الباب. طيب والمتبق عليه ورث الولد، وش المانع؟ لا يحمل الولد على الأنثى، لا يحمل على الذكر والأنثى، يدفع ويرث. لكن جاء في رواية أنه برأ زوجها وابنتيها. هذا ما فيه مشكلة، هم مبرؤون. ولدها كانوا إناث. لكن برأ ولدها عندك، لكن الحديث في صح ضعيف.
لأن ما عندك أي تحقيق. الشيخ أي. على كل حال المذهب كما سمعتم فيه روايتان، الرواية الأولى وهي التي قدمها المؤلف أنهم لا يدخلون، لا الولد ولا الوالد ولا الأخ، والثانية أنها أنهم الأب والابن والإخوة وكل العصبة. لا معروف ضعفه. والله يعني كون العم يدفع والأب ما يدفع والابن ما يدفع والأخ ما يدفع، هم أولى الناس بإعانته. جريت غيرها العم يؤخذ وذا ما يؤخذ، ها؟ بجريرة غيره، بجريرة أبيه وبجريرة ابنه وبجريرة غيره كما في الرواية العم. هو أحد بيؤخذ بجريرة ابن أخيه؟ لا، ما في أحد يؤخذ بجريرة غيره، لكن هذا خاص، مسألة العقل خاصة. لأن هذا من حيث النظر، قد ذكرته من حيث النظر، ولو كان للنظر مدخل لكان أولى من يؤخذ منه الجاني. لا شك أن الجاني عليه الكفارة وهي أشد مما يدفعه الواحد من العاقلة. وليس على فقير من العاقلة، يمكن أن يلزم الفقير أن يستدين ويقترض ليدفع ما وجب عليه في هذا الباب، ولا على صبي لأنه غير مكلف، ولا زائل العقل كذلك حمل شيء من الدية. وين؟ وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل. شو يقول؟ وليس على فقير من العاقلة ولا مرأة ولا صبي. المرأة أصلا ليست من عصبة إلا المعتق. لا، من الأصل طالع، ليست من عصبة إلا المعتق. ها؟ وفي العصب المثل ليست من أهل النصرة. ولا امرأة بعد الفقير؟ من العصبات بالنفس. ها؟ هي معروف طالع من الأصل. هي عندك وش يقول؟ إيه هذا اللي قرأ علينا. ولا زائل العقل وهو المجنون. ابن نرجع للشرح الحين. ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، مثل ما ذكرنا الفقير لا يكلف ما لا يستطيع ولا يحمل فوق ما تحمل من نفقته ونفقة من يمون، فلا يكلف أن يستدين من أجل جناية غيره. والمرأة معروف أنها ليست من العصبات، فهي على الروايتين لا تدخل، والصبي ليس بمكلف ومثله زائل العقل. ومن لم يكن له عاقلة، من لم يكن له عاقلة ما يدخل باب الحكم الوضعي. لا هذاك في الزكاة، لأنها متعلقة بالمال نفسه، لأن الزكاة متعلقة بالمال، هذا لا تعلق لها بماله. إذا كبر أثناء الثلاث سنين. نعم، أول سنة ما هم مكلف، ثاني سنة ما هم مكلف، ثالثة مكلف يدفع. أو وقت لزوم الحكم أو النظر في الحال، يعني هل النظر في الحال أو في المآل،
إذا نظرنا إليه في الحال فهو غير مكلف، ها؟ فلا يلزم، وإن كلف في المآل. والعبرة عند أكثر أهل العلم أن العبرة بالحال لا بالمآل. نعم. بنشوف الشرح ايش يقول. ومن لم يكن له عاقلة، يعني شخص منتقل من بلد إلى آخر، ومثل الآن في الحدود الجغرافية صعب التعامل مع أناس في بلد آخر، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، أخذ من بيت المال. النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في مسألة القسامة، فهل وداه من ماله أو من بيت المال؟ ها؟ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الدم فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم، من بيت المال. فإن لم يقدر على ذلك، يعني الأخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء، تسقط. ما نقل هذا القانون في الأول. وين؟ أخذ من بيت المال. يقول الشيخ لا ننقلها، نردها إلى الجاني. لا، ها؟ ما تجب عليه أصلا، ما تجب عليه. لكن هل يضيع، هل تضيع الدية؟ دية شخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب القتل، وهل التخفيف على الجاني بما يتضمن إذهاب مصلحة مسلم مجني عليه أو لا، أو تكليف القاتل ما أن يتحمل ما ترتب على جنايته؟ ونشوف الشرح ايش يقول. ها؟ هو اللي جر هذا يصير عمد. العمد له حكم. هذا كلام في الخطأ. وشبه العمد. لما يشوف الشرح ايش يقول. ما ليس بعصبة. لا، ليس بعصبة. القارب من الأم ليس بعصبة. نعم، قرأ. إيه. يودع يودع من بيت المال أو لا، فيه روايتان، إحداهما يودعان وهو مذهب الزهري والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، وروي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله، فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يصل دم امرئ مسلم، يعني لا يهدر. نعم. فأدى ديته من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عقلته كعصابته، يعني مثل ما يعود ماله إلى بيت المال يودى من بيت المال. الغنم بالغنم.
نعم عصابته مواليه، والثانية لا يجب ذلك لأن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ومن لا عقل عليه، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم، ولأن العقل بيروح لهم اللي بيت المال بيروح لهم. نعم لأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة هذا. فأما قتيل الأنصاري فغير لازم لأن ذلك قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقب عن الكفار بحال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بذلك عليهم. وقولهم إنهم يرثونه قلنا ليس صرفه إلى بيت المال ميراث بل هو فيء، ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال ولا يرث المسلمون. ثم لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن له عصبة، ويجب على العصبة إذا إلا وإن لم يكن وارثا. فعلى الرواية الأولى إذا لم يكن له عاقلة أدية عنه كاملة من بيت المال، وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال. وهو وهل يعني يوجد عاقلة لا يتحملون إلا النصف، ما يستطيعون إلا النصف، يكمل من بيت المال. نعم. وهل يؤدى من بيت المال في دفعة واحدة أو في ثلاث سنين على وجهين، أحدهما في ثلاث سنين على حسب ما يؤخذ من العاقلة، والثاني يؤدى دفعة واحدة، وهذا أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى دية الأنصاري دفعة واحدة، وكذلك عمر، ولأن الدية بذل مكلف لا تؤديه العاقلة فيجب كله بالحال. بذل إيش؟ ولأن الأقتال الأخير ولأن الدية بدل مطلق لا تؤدي العاقلة فيجب كله في الحال كسائر أبدال المتلفات، وإنما أجل على العاقلة تخفيفا عنهم، ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال. ولهذا يؤجل قد يحتاج بيت المال التخفيف، لا يستطيع دفع مرة واحدة لقلة الموارد، قد لا يستطيع أن يدفع الدية مرة واحدة. الفصل الثاني إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء، وهذا أحد قولي الشافعي، لأن الدية لزمت العاقل ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا يراهم بها، ولا تجب على غير من وجب خالد، كما لو عدم القاتل فإن الدية لا تجب على أحد كذا هاهنا. فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقصدهم وسقط الباقي. طيب عدم القاتل، ما عرف القاتل، وقصة خيبر نص فيها نوداه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ما يؤخذ من بيت المال من الدية مثل ما ودى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجب على أحد، ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه، إذا تعذر حملها عنه. وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قول الله تعالى قضية مسلمة إلى أهله، ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل الذي فوته، وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة في مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل، ولأن الأمر دائر بين أن يبطل دم المقتول وبين إيجاب ديته على المتلف. لا يجوز الأول لأن فيه مخالفة الكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، فتعين الثاني. يعني التخفيف عن القاتل بجعل الدية على عاقلته ليس بأولى من صيانة دم المسلم الذي قتل ولو كان خطأ. فإذا كنا بين أمرين، بين أن يهدر القتيل
وبين أن يكلف القاتل بما لا يجب عليه أصلا، هو أولى بالتكليف من أن يهدر القتيل. ها؟ والله رجوع إلى القاتل لا حظ من النظر، وأن يهدر دم القتيل هو قتل خطأ، قتل خطأ. يعني انتقال الدية إلى العاقلة أو تحمل العاقلة القضية عن القاتل لا شك أنه من باب التخفيف والتيسير عليه، لكن هل هو أولى بالمراعاة أو المقتول المجني عليه؟ لا، هو روعي بالنسبة للعاقلة، روعي بالنسبة للعاقلة، لكن ما يراعى بالنسبة للمقتول. أيهما أورى الحق الأولى بالمراعاة، حق الجاني ولا حق المجني عليه؟ لا شك معنى التخفيف لوجود من يحمل هذا الحق الذي ثبت عليه، لكن إذا لم يوجد من يحمله. نعم. إذا لم يوجد عاقلة ولزمه صار غارم، صار غارم يأخذ من الزكاة. لا، بيت المال مقدم على كل شيء. إذا كان هناك بند في بيت المال يسمح ولا يقول له لا. من ماله ما يضر، ما يخلي، تبرع عن أقاربه. إيه هذه لا تقرأ في اللاقة الشيء، يعني الحين المفرغ كيف ما سمع كلامك، بس كلام كله ما سمع، والحتى ترى بعض الحضور ما يسمع في الخارج. إشكالية أبو محمد شفنا نسوي صوت. لا جربناه قبل الإجازة، غيرنا الأجهزة كلها وجربنا إن شاء الله ما يكون، بس نبه أولا إن شاء الله. Thank you.